أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يذكر الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره أن الحكم ثلاثة أنواع: حكم كوني قدري، وحكم ديني شرعي، وحكم جزائي، فما المراد بالحكم الجزائي؟ يا أخي قل الشيخ عبد الرحمن السعدي، لا تقول الشيخ السعدي، ما هو باسمه السعدي، هو اسمه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. وأما قوله إن الحكم ثلاثة أقسام، صحيح، حكم قدري وحكم شرعي، حكم شرعي وذلك في الخصومات والقضاء، هذا حكم شرعي يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وحكم جزائي هذا في الآخرة يحكم بينهم ويجازيهم سبحانه وتعالى. نعم.